الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديهم الحاضرين المسلمين. آمين. قال في مسند أحمد، ومازلنا مع مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر. لحظة. نعم محمد عاطف باشمهندس، كيف أخبارك؟ نعم، المأموم مأمور بالاستماع إلا في الفاتحة عاطف محمد عاطف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ أم الكتاب. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فصلاته خداش خداش خداش. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع أصواتا، فلما انتهى قال: من يخالجنيها؟ من ينازعنيها؟ من ينازعني القراءة؟ قال: أنا يا رسول الله أقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لا تنازعني بهذا. قال: لا تفعل إلا بأم الكتاب، لا تفعل إلا بأم الكتاب. نعم. قال في مسند أحمد، وما زلنا مع مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شريك عن ابن عمير، قال شريك: قلت له: عمن يا أبا عمير؟ عمن حدثه؟ قال: عن نافع بن جبير عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الهامة، مشربا حمرة، شفنا الكفين والقدمين، ضخم اللحية، طويل المسروبة، ضخم الكراديس، يمشي في صبب، يتكفأ في المشية، لا قصير ولا طويل، لم أر قبله مثله ولا بعده. الله أكبر. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وقال رحمه الله: حدثنا علي بن عاصم، قال: أخبرنا عاصم بن كليب الجرمي عن أبي بردة بن أبي موسى أنه قال: كنت جالسا مع أبي، فجاء علي رضي الله عنه ورضي الله عن جميعا، قال: فجاء علي فقام علينا فسلم، ثم أمر أبا موسى بأمور من أمور الناس، قال: ثم قال علي رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل الله الهدى، وأنت تعني بذلك هداية الطريق، واسأل الله السداد، وأنت تعني بذلك تسديدك السهم. الله الله. قال: ونهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو هذه السبابة والوسطى، قال: فكان قائما فما أدري في أيتهما. قال: ونهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثرة وعن القصية، قلنا له: يا أمير المؤمنين، وأي شيء الميثرة؟ قال: شيء كان يصنعه النساء لبعولتهن على رحالهن. قال: قلنا: وما القصية؟ قال: ثياب تأتينا من قبل الشام مضلعة فيها أمثال الأترج. قال أبو بردة: فلما رأيت السبن، فلما رأيت السبن السبنية السبنية نعم السبنية نعم عرفت أنها هي. نعم نعم. أول حديث فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن غيره، ورد أكثر من وجه. قال: كان رسول الله ضخم الهامة بأبي هو أمي، مشربا حمرة، كما قلنا ما كان أبيض ماء أمهق، ولكن بياضه كان مشروبا بحمرة، وهذا الجمال، لذلك كان أجمل من القمر. قال: شاثن الكفين، عظيم الكفين والقدمين، ضخم اللحية، كانت اللحية كثة. قال أبو هريرة: كنا نعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في السرية باهتزاز لحيته. طويل المسروبة، اللي هو الشعر الصدر إلى السرة، هذا قال طويل المسروبة، ضخم الكراديس، يمشي في صبب، كان يسرع جدا بأبي هو وأمي. نعم. يتكفأ في المشية، لا ينظر، يعني يمشي سريعا، لا قصير ولا طويل، وهذا كما قلنا، لا قصير ولا طويل، هذه ربعة، كان السلام ربعة، والوسط هو أجمل ما يكون. محمود، لما لا تأتي الدروس؟ محمود، لما تتغيب عن الدروس؟ هذا سؤال واضح لك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. لما تتغيب عن الدروس؟ شوف سيدنا، أنا مرتين، والله يعني أجي مستعد للدرس، ألاقي نفسي غبت كده، عقلي غاب، نمت. على غاب؟ أنت مجنون يا محمود ولا إيه؟ على غاب، وإحنا أصلا وإحنا أنتوا بتتناوبون الجنون ولا إيش بالضبط؟ والله ده اللي بيحصل بالضبط. غفر الله لك. ماشي يا أستاذ، ماشي. لكن بسمع الدروس لا، كن على الجدة، ما تتغيب، ما تقول لي أنا سمعت، كن على الجدة، ما تقول لي أنا سمعت. ولذلك بين مشي النسام كانما
يعني يمشي في صبب يتكفى في المشي لا قصير ولا طويل لم أرى قبله مثله ولا بعده. ما في أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما قال ابن عباس ما خلق الله ما ضر وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني حديث عظيم جدا فيه دلالة على حرمة قراءة القرآن للجنب. قال كان النبي يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا وهذا حديث حسن غيره. ابن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن فيه شيء من الضعف ولكنه توبع وأخرجه البزار من طريق أبي معاوية وأخرجه الحميدي وابن أبي شيبة والترمذي وأبو يعلى والطحاوي من طرق عن ابن أبي ليلى والحديث كما قلنا صحيح. كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا وهذه فيها دلالة أنه قراءة القرآن تصح في كل الأحوال دون الجنابة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ابن أبي طالب كان يسلم يقرأ القرآن على كل حال سوى الجنابة. ولذلك لما سئل عن الحائض أو الجنب يقرأ القرآن قال ولا حرفا واحدا. والراوي في ذلك أعلم بما روى والحديث صحيح. وفي الحديث الثالث كنت جالسا مع أبي فجاء علي فقام علينا فسلم ثم أمر أبا موسى بأمور من أمور الناس ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله الهدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وأنت تعني بذلك هداية الطريق يعني تسأل الله الهدى أن يهديك للطريق. شوف هذه فيها دلالة واضحة جدا أن الطريق السالك هو طريق واحد وكل طريق فيه ضلالة هو طرق فيها ما فيها من جنبات الهلكة ولذلك الطريق واحد. قال معاذ قال حذيفة إياكم والتلون فسائل المرء على الطريق الذي يصل به إلى الله جل في علاه سائل ليس بالهين وعلى المرء أن يكون في هذا الباب. يعني إذن هنا يقول علينا طالب عندما قال إنسان سأل الله الهداية العنبر مش العنبر بس يا محمد دي المسألة وبعدين ده خلي بالك ده مبعوث رسمي أصلا فقال سل الله الهدى وأنت تعني بذلك هداية الطريق ولأن الطريق كما قلت في وعورة ليست بعدها وعورة طريق مليء بالمجانين مليء بأهل البدع والضلالات لا يحتملون وكان أولى بهم أن يأخذوا الحق فيعملوا به فسبحان ربي العظيم أن مسألة فيها كثير من أمثال هؤلاء. إذا أنت أكثر من دعاء الله جل في علاه الهداية حقا لا يهتدي أحد إلا من هداه الله جل في علاه ومن ضرب ومن قدر الله عليه الضلالة فلن تجد له هاديا مرشدا أبدا. قال وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم خلاص أعلم بكم هو أعلم بكم يريد الله يغويكم ومن يريد الله يهديه ويشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم قال ابن أبي طالب ونهاني. طبعا قلنا هذه مسألة كيف نفهمها بقى في قوله نهاني أحمد هو واحد كيف ما شئت لكن دي تكلمنا فيها كثيرا أحكام على العموم أيوة طب خلاص بقى فصلها صح معناه نهانا نقول الأصل أن الأحكام لا تنزل على الأعيان صحيح ما يمكن الأحكام تنزل على الأعيان الأحكام ما تنزل إلا على العموم لأن في بعض الروايات يقول علي ونهاني ولا أقول نهاكم نقول ما دام نهاك فقد نهى الأمة بأسرها بل الله لما كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم خطابه للنبي خطاب ليش لجميع الأمة قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميسرة أو عن القسية هو نهي هنا في هذا الباب عن الحرير والحرير حرام على الرجال وحرام على الرجال لأن هذا تشبه رجال بالنساء هذا تشبه في تشبه رجال بالنساء فالحرير محرم على الرجال حتى لا يتشبه بالنساء اخشاشانه فإن النعمة لا تدوم ثم ذكر الثياب المسرى والقصير وفي الظاهر هذا نهي عن لبس الحرير. الآن الفوائد المستنبطة الأصل في الأحكام أنها تنزل على العموم لا على الأعيان افتقار الإنسان لربه الجبار سبحانه وتعالى يقول سل الهدى أنت تعني هداية الطريق أراد الله أنك مصطفى الله يجعلنا كذلك يا رب الحمد لله والشكر لله على النعمة إن الله جل وعلا جعل الكمال للنبي صلى الله عليه وسلم جعل الجمال والبهاء أو كمال الجمال والبهاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة وكان أبيض عظيم الكراديس نعم وكان عظيم الفم بأبيه وأمي كان أكحل
بأبي وأمي، أجمل من القمر. حرمات قراءة القرآن للجنوب. كان سلام يخرج خلنا على كل حال دنا جنب. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.